بسم الله الرحمن الرحيم. انا وصلنا بحضرتك. كان في جمله جميله جدا للعالم المصري احمد زويل اللي ربنا يرحمه، كان بيتكلم فيها على ان الفرق ما بيننا وبين اوروبا ان اوروبا بيقف ورا الفاشل لحد ما بينجحوه، واحنا بنفضل ورا الناجح لحد ما بنجيبه الارض. والمثل ده حرفيا بيتم تجسيده مع محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، اللاعب اللي العالم كله بقى بيحترمه على المجهود اللي هو بيعمله والارقام اللي هو عمال يحققها والتاريخ اللي هو عمله مع ليفربول والتاريخ اللي هو عمله في مسيرته مع عالم كرة القدم. وتيجي تلاقي المصريين وهم بيتكلموا على صلاح تلاقي الكلام على كتفاي، الكلام على التقليل من محمد صلاح هو عمل ايه لمنتخب مصر، وليكن مثلا ان انت بقيت مره واحده مشجع لمنتخب مصر، يعني بس مره واحده بقيت انت بتشجع منتخب مصر وتقول لي اصل محمد صلاح عمل ايه لمنتخب مصر، اللي هو انت متاكد انك بتكلم عن محمد صلاح بتاعنا؟ يا باشا انا قلتها قبل كده واقولها لك تاني، كفايه انه رحمني من جون عم مجدي عبد الغني. فكره ان هو رحمني من جون كابتن مجدي عبد الغني دي فكره لوحدها في حته تانية خالص. ولما نقعد نتكلم معلش حوالين ان ابو صلاح بيلعب نهائي دوري ابطال، قلتها لك برضه قبل كده واقولها لك تاني، مفيش لاعب في تاريخك عملها غير محمد صلاح. فسيبك بقى من جو العقد دي، وسيبك من جو ان صلاح ما لعبش اهلي وزمالك، سيبك من الجو ده، وسيبك من جو التقليل من محمد صلاح. وبرضو انا مش مع حته ان مثلا حد ينزل لي تويته حسين ياسين او اي حد يقول لك ازاي المصريين كانوا بيشجعوا ريال مدريد. انا مش مع حته انك تقلل من صلاح او حته انك تقول ان كل اللي كان بيشجع ريال مدريد هو خونه. انا ضد الحته دي، واتكلمت على الحتتين دول، اتكلمت على ان صلاح لازم ياخد حقه، واتكلمت على ان التشجيع كل واحد بارادته هو، كل واحد عايز يشجع الفريق اللي هو يعجبه لا اكتر او اقل. ما انت ما تقوليش ان انا يروح معاك اقصى الشمال ونقعد نقلل من صلاح، يروح معاك اقصى اليمين واشجع ليفربول عشان محمد صلاح في النهائي اللي هو مكان نقف فيه في النص، خير الامور اوسطها، نقف في النص في مكان مش محتاج كل ده، نقف في النص نفتكر ان صلاح واحد من اساطير الكره المصريه، وحاليا صلاح واحد من اهم الاجنحه اللي موجوده في العالم كله. وانا متفق مع صلاح ان هو فعلا احسن لاعب في العالم في مركزه، واللي يختلف معايا يختلف معايا، انما ارقام محمد صلاح بتقول ان هو احسن جناح بقاله سنتين ثلاثه في العالم. ففكره ان انت تقعد تتخانق مع صلاح ان هو بيقول على نفسه ان هو احسن جناح في العالم، لا، صلاح احسن جناح في العالم، دي حقيقه. حبيت او ما حبيتش، فعلا محمد صلاح احسن جناح يمين في العالم. عندك مشاكل مع الحته دي كتير، شايف ان ميسي، شايف محمد صلاح بقاله سنتين ثلاثه احسن جناح في العالم. اختلفت ما اختلفتش مش مهم، ارقام محمد صلاح حلوه بتقول كده. محمد صلاح لو كان لعيب غير عربي كان زمانك انت نفسك اللي عمال تطبل له، بس محمد صلاح عربي مصري، ما لعبش اهلي وزمالك، لعب مقاولين عرب، ما اتكلمش على انتماء قبل كده اهلي او زمالك، ممكن يكون اتكلم على انتماء للزمالك عشان كده في جمهور قلب عليه، بس ده مش مهم. المهم ان هو بيمثل مصر في اوروبا. محمد صلاح عامل اداء عظيم جدا مع ليفربول في الدوري الانجليزي، هداف دوري انجليزي 3 سنين. والناحيه الثانيه برضه ناحيه الناس اللي بتقول لك هو صلاح عمل ايه يا اخويا، برضه هفضل تاني اقول الجمله بتاع احمد زويل الله يرحمه، فعلا احنا بنفضل ورا الناجح لحد ما نفشله. وبرضه عايز اقول لك حاجه، الاعلام بتاع محمد صلاح على السوشيال ميديا فشيخ، الاعلام بتاع صلاح على السوشيال ميديا رهيب، ان انت فعلا بتحط قوقعه على نفسك وتفضل قاعد فيها، ده اعلان جميل جدا برساله جميله جدا. برضه لو كان كريستيانو اللي عملها او كان ميسي اللي عملها كان زمانك ماسك الطبله وداير، انما عشان محمد صلاح فانت شفت ان الموضوع كتفاي بيعمل اعلان اللي هو ايه يا عم، في هي مش خفه دم على فكره خالص انك تقعد تقلل من صلاح. نعقل شويه ونفتكر ان صلاح ودانا في حته ثانيه محدش عارف هنروحها امتى. فالنبي يا جماعه، الناس اللي بتقلل من صلاح تهدى شويه وتهدي الريت، والناس اللي كانت بتقول ان كل واحد بيشجع ريال مدريد هو خاين، نهدى ونهدي اللعب ونحاول نتفق مع بعض ان احنا نقف في حته في النص. هنقف فين بقى؟ الله اعلم، بس اهم حاجه ان احنا نحاول نتفق مع بعض، واهم حاجه ان احنا نستمتع بالسنين اللي صلاح بيقدمها في عالم كره القدم، السنين اللي قد تبدو الاخيره ليه في اوروبا، نستمتع بالسنه او السنتين او الثلاث سنين اللي صلاح هيكملهم في اوروبا، لان مش عارفين بعد صلاح ما يبطل كوره هنعمل ايه وهنرجع المكان عامل ازاي. فنهدى شويه، الناس الشامتين في صلاح نهدى شويه ونفتكر ان هو النموذج الوحيد الناجح في مصر. النموذج الوحيد الناجح في مصر، نموذج شبابي، نموذج واخدها من تحت الارض حرفيا. فمحمد صلاح هيفضل هو النموذج ده، النموذج اللي هو كان بيروح من نجريج للمولين العرب بالقطر وكان بيفضل نايم قدام النادي، هو النموذج ده اللي احنا هنفضل نفتكره دايما، نموذج محمد صلاح. فنتمنى ان الناس اللي بتقلل من صلاح تخف شويه، والناس التانية برضه تخف شوية لا أكثر أو أقل. عايزين نقف في النص ونقف في مكان نحترم فيه نفسنا لا أكثر أو أقل. لا عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده رأيي على القصة كلها، الموضوع مش محتاج أفوار. هارد لك ليفربول، هارد لك محمد صلاح، ليفربول اللي راح متناسل الأحزان على طول وقال لك يلا نعمل مسيرة لبطولتين كاس إنجلترا والكرباو، لسه خسران دوري أبطال وتاني يوم يروح يعمل مسيرة للكرباو و
كاس الاتحاد اللي هو عاش على الدماغ دي.